محمد ابو علي من بيه احمد من بيه احمد على جهه الدوس شو قول له؟ قول له هذا داعش خطير وشاكين داعش اللي احنا قتل على راينا. نعم انت محمد تعالى وجهك وهذا هو مستشفى تعرفه مو؟ ايوه ايش يقول يقول له نحن ثلاث ناس طلبوا له هذا بعد الوجه حالي ليش ينامك لبسه؟ بس دكتور خما يظن المحلولات شنو؟ ايدي ما هم لاقون بعد السفر وهذه على ما هم لاقون هاي انا تعرضت للتعذيب من قبل الناس نور محمد هو المدير وجدت مفاضل اسمه لاي ثلاثه طبعا اقول بس اقول ليش تسوي ذي يقول لي انا اريد احملك لا حلك على جهازك لا يعني الا اسوي ذي في ادعاها فهذا صار بي من الكلبشات معلق ما ادخل قاع ويضربني علاقه على وجهي يعني شفت اختي الفرد مره يعني اصلا درجه للموت كنت اتعرض للكهرباء والتعذيب كثير يعني تعرض للتعذيب كثير وهسه هاي صار لي بدي اثنين سجل هذا الحرق هذه صار لي قص قصر يقول لي النوم يجي على المستشفى يهددني يقول لي لا تشبك على هالقاري اذا لا يقول لي لا تندق ويا الضباط وهو هذا صار لي والحمد لله والشكر. حياكم الله مشاهدينا الكرام حلقة جديدة من برنامج صوتكم هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم في كل حلقة من حلقات برنامجنا للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا بالأرقام التالية من داخل العراق تقدرون تتصلون بنا على واحد من الأرقام الاثنين ذني تشوفوها أسفل الشاشة أما من خارج العراق فتقدرون تتصلون بنا على واحد من الأرقام الاثنين ذني تشوفوها أسفل الشاشة فعندكم أربع أرقام للاتصال ذني اثنين للخارج وأدنى اثنين للداخل أما هذا الرقم اللي راح يطلع هنا هذا رقم برنامج الواتساب رقم برنامج الواتساب غير مخصص للاتصال غير مخصص للرسائل الصوتية ما أقدر أستقبل به أي مكالمة فاللي دق علينا لا يزعل إذا دقوا ما جاوبنا على هذا الرقم لأنه ما يظهر عندي فأخوي العزيز هذا الرقم فقط مخصص للرسائل إن ما قدرت تتحصلنا على أرقامنا الأربعة المخصصة للاتصال أتمنى تدز لي رسالة على هذا الرقم أتمنى تكون رسالة متبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. الفيديو اللي شفتوه بعد شارة البداية للمواطن حسن محمد أسود قضية هذا الشاب شوهنا الفيديو لبشاعة المنظر اللي طلع به الشاب هو يرقد على سدية المستشفى إيده بالكامل متضررة نتيجة التعذيب اللي تعرض له من قبل استخبارات الشرطة الاتحادية بمدينة كركوك عن طريق صعق كهربائي ما أدى إلى تلف كامل الإيد فعند إيدينات اثنيناتن تلفن ولاحظتوا ايد انقصت والايد الثانية لحد الان الاطباء ما وصلوا لقرار رسمي بتر الايد او لا المشكلة انه المواطن حسن محمد تعرض للتهديد اذا نشر عملية التعذيب انه يقتلوه او يتعرض هو او ذويه للحبس والتعذيب مرة ثانية طبعا مشاهدينا الكرام هاي مو اول حالة هاي الصورة اللي تشوفوها هنا هذه مو أول حالة هاي صورة المواطن اللي إيده تلفت وإيده الثانية انقصت إذا نرجع لي وراء بالذاكرة قبل كم سنة بعامرية الفلوجة أكو مواطن ثاني نشر كل اللي صار وياه وشلون علقوه وشلون حموا الحجار وشلون خلوا حجار حار بإيده وشلون خلوا حجار حار بلسانه وتاليتها لما توقف الدم وانصابت إيده بغرغرينا ونقلوا إلى بغداد ومن بغداد نقل إلى مستشفيات أربيل الدكاترة كلهم قالوا ماكو حل غير أنه الإيد تلفت بالكامل وقصوا له إيديانات الثنين وطلع بمقال ومنشور على التلفزيون قال أصبحت عالة على والدي نتيجة حب جنود للتعذيب
وهاي مو بس حالة واحدة، حالة ابن عمرية فلوجة وحالة هالمواطن هذا اللي دا شوفوا أمامكم اللي إيد ملفوفة وتالفة والإيد الثانية انقصت. أكو زوج هتعذب لأنه هذا الزوج متهم بقتل زوجته، يعني الزوج قتل زوجته ولزموه الشرطة فهو قاتل، لكن المشكلة أنه زوجته عايشة، فشلون اتهموه بقتل زوجته العايشة ما أدري. فهذا التعذيب اللي دا يصير بالعراق، هاي الصورة اللي دا تشوفوها هسه أمامكم، مدى أفتهم أطفال يتعذبون، كبار يتعذبون، معتقلين يتعذبون، ناس ميليشيات أو ما أدري من يجي لزموه واحد بالشارع يعذبوه، طفل ينزعوا هدومه بالشارع ويقصون شعره بالكترات ويسبوه ويشتموه ويحيرون شي يسوون بيه لأنه داي بيع كلينس مدري داي بيع مي. فهذا التعذيب بالعراق، يعني هاي الحضارة أو الثقافة، ثقافة التعذيب اللي اليوم دا تصير بالعراق اللي نتيجتها هاي، نتيجتها مواطن يفقد إيديه، نتيجتها مواطن يفقد أنه يقدر يتفاعل ويا الناس، هاي الثقافة ليش دا تكبر عندنا بالعراق؟ رنا من بغداد ويانا، حياك الله يا رنا. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أختي العزيزة. شلونك أستاذ؟ نعم. أبو شلون صحتك أستاذ؟ نحمد الله على كل شيء، تفضلي أختي. الله يسلمك، أستاذ أنا طبعاً عندي مناسبة خبرت الظهر خابرين بالعشرة، فعندي مناسبة إذا ما في زحمة على حضرتك. تفضلي، هو البرنامج اسمه صوتكم، تقدرين تعلنين صوتك بيه، تفضلي أختي. ممنونة، طول لي بعمرك، ممنونة. أستاذ أنا كنت موظفة بحقوق الإنسان. نعم. فسويت مناسبة على قناة آي كيو فما سووا لي، يعني ما سووا لي صورة حال. نعم. إيه. فكنت بحقوق الإنسان طلعت من الوزارة 2008. نعم. الدول اللي بدع بقاعة فيه كانت وضع شوية متوتر في رأس الوزارة. إيه. فحاولت أرجع على القرار، تعرف قرار 315/8. نعم. بتذكر القرار شملني 308 عقد مفصولين والمفتوحة عقودهم. المهم حصلت على موافقة وزير وحاولنا عليه نجيب التعيينات، اللي جت التعيينات توقفت، قالت أني شو تعرف واسطة ودون فلوس، هاي الأمور أنا ما عندي، ما أكذب عليك لا واسطة ولا فلوس مبلغ أقدر أعطي. ودود حاولت أتصل بشؤون المواطنين على الخط الساخن برأس الوزراء. أمضيت معاملتي تقريبا شهر شهرين. ورا قالوا لي نحاول معاملتك لمجلس الخدمة الاتحادي. نعم. زين، بهالحالة أنا اتصلت وقلت أستاذ سوي لي كتاب لمجلس الخدمة الاتحادي، كان يقول ما نقدر احنا نرفع لك الكتاب. يعني أنا أناشد مو رئيس الوزراء، أناشد السيد الحلبوسي، زين كلهم قالوا لي يما محمد الحلبوسي رحت لأنهم من الأبو وما خلوني أقابله للقرمة ما شاء الله. قلت بس محتاجة توقيع على معاملتي حتى أبدأ أرجع دائرتي، وتعرف أنا أولى أرجع عدة طفل وما قلب علي كان من فصلة هم بسبب ظروف صارت طلقت وإيجار وحشاك بالقدي هم يعني أدبر الإيجار بالشكر رب العالمين. من خلال وجهك الطيب ويسمعني السيد محمد الحلبوسي ورح تقول اللي رح تقابل أستاذ جبار مدير مكتبه، أستاذ جبار مدير مكتبة بالقرمة وظاهر أبد ما استقبلون لي تدري بهم بواسطات ما أكذب عليك هم واسطات. طيب. والحد هسه سويت طلب يمهم ولا حد خابرني ولا حد اتصل بي ولا حد قال إيش بيش ما أدور. نعم. أنا من خلالك أستاذ عمر أنت ناشد السيد محمد ريكان الحلبوشي أتمنى يسمعني على هذا الرقم يتصل لأن معاملتي محتاجة بس توقيعة وأرجع الدار بدو العيون. نعم 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 وصلت رسالتك إن شاء الله سمعوك إن شاء الله يجيبوك على ما ناشدتي به. أختي العزيزة شكرا جزيلا لك لاتصالك بينا. حالتك هي مو الحالة الوحيدة بالعراق اليوم مع الأسف أنه اللي من يسمي نفسه سياسي والأحزاب والكتل والبرلمانيين والحكومات المحلية والحكومة المركزية كلهم يعدون ويخلفون ويقولون وما يسوون، وانت اذا تقولين قابلت ورحت وجيت وما اعرف شنو، انا اريد ارجع الى مكان عملي. يعني انت مدى تطلبين هبه من احد او مدى تطلبين مساعده من احد، انت اذا تردين حقك
وحقك هو حاله حال حقوق الشعب العراقي لما يطلع مواطن بالعراق ويقول انا اريد وطن ويكتلوه قنبله غاز او برصاص حي او قنبله صيد عفوا بطلقه بندقيه صيد، لما يطلع مواطن ويقول انا اريد كهرباء ومي ويلزموه ويعذبوه، لما يطلع مواطن يقول انا اريد بلدي انا ما اريد تدخل خارجي انا اريد ايران تشيل ايدها عني ويسوون بي اللي يسووه، لما يطلع اب ويقول انا ابني معتقل واريدكم تطلعون ابني من المعتقل لانه ابني بريء وابني كل اللي قاله اريد وطن وينقتل الاب، لما يطلع ابن حاله حال اللي طلع بالفيديو قبل شويه وياي نتيجه كائن من يكون كائن ما سوى شنو ما سواه بالبلد إلا اللهم في بعض الحالات اللي تستدعي عقوبة يقررها القانون همينة مو يقررها منتسب، هذه بحث آخر، لكن مواطن اعتقلتها شرطة ده تحقق وياه تعذبه وتصعقه بالكهرباء، أدري وين حقوق الإنسان بالعراق؟ شنو شغل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان؟ شنو شغل وزارة حقوق الإنسان أو وزيرة شؤون الإنسان أو شو تسردون سموها؟ إذا ما عدنا وزارة لعد أنتوا لازمين الحكم وزير العدل أو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب. من شفتوا هذا المواطن اللي طلع قبل شوية يعني ما حركت شوية مشاعر بيكم أنه واحد لزمه شرطة تنقصيدة وراها أم عادل من الموصل؟ أم حسام من الموصل حياك الله يا أم حسام. أهلا بك ويا رضا عليك. يا أنا الولد معتقل بالرنة العسكرية. نعم أمي. سمعني؟ نعم. إيه يعني صار 6 سنين وهو معتقل. نعم. أجل يعني زوجتي انخطف وما نعرف كل شيء عنه، فهم ابني بينه وخمسة شهور يعذبون بيه بقيار يقول أنا قتلتونه. أنا قتلتونه، يقول خمسة يعذبون بي، ما خلوا تعذيب ما عذبوني، آخر على آخر حتى قتل ما أنا قتلتونه، وما قتلتونه إلا طلعت على الغاضي وقلت أحد عذبني بنرجع نعذبك أكثر. نعم. الله يبارك. يعني شو أنا علينا الزهرة مشلول أشكر ما هو حال ما هو عفواً أشكر يعني نعم ودنا حقكم ودنا الناشد يعني الدول ناشد عان كل الدول طلعت عفو عن مثال المال إلا نحن ما طلعوا شنو السبب ما نعود أريدنا حل لقينا حل نعم الله يرضى عليك وشابوية الله يوفقكم صاحب أطفال ما بحالة بحال الشاو يا أخي تهجر عائلته ولا ولا داعي ولا طبع. يعني ما يعني يقتلون بينه يقولوا بس دلوقتي قلنا أنا دخلت تيجي أمك وخواتك يكون قدامك نعمل بين ما الله ما أمر حتى يا هذا حلال هذا ما حرام طبقا انا على اسم انا ابني اطوفوها من يكون الكاظمي للبيان المنظمه الانسانيه حقوق الانسان ابني بريء قاعد بالسجن وما عنده كل شيء ويقتلون به يقولون من طلعك على القاضي يقول انا ما قتلت ترجع نعذبك بقياره او من عذبوه واسع بالناصر قاعد محكوم عليه بالاعدام حتى غشعة ما غشعوا هذا ليس وليس ما يبيعتين شعوا أبوكم ميت طيب معه نعم 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 الله يرضى عليكم نعم. وصل منكم وصل ان شاء الله وصل صوتكم يا ابويا الله يوفقكم ان شاء الله شكرا ابويا شكرا شكرا لك ام حسام ابو علي من ابو غريب حياك الله يا ابو علي السلام عليكم عليكم السلام والرحمه والاكرام شلونك استاذ اسد عدني انا كنت مريض بالجلطه وهسه نريد اخبر ما خبر الرافدين ما ارتاح الحمد لله على سلامتك تفضل اخويا الله يحفظك انا اقول الحمد لله على سلامتك الله يسلمك ان شاء الله ابو هارون
هو ابو غريب يا عمي البرلمانيين يا ابو غريب الحمد لله والشكر بكت الله يصير برلمان زين يتفق على ابو غريب اي والله بكت رب العالمين البرلمانيين من ابو غريب والله يحفظهم اثنيناتهم يدرون ابو غريب والحمد لله والشكر اريد بس ابو غريب ما كل شيء مي كهرباء شوارع ولا صير بيناتهم مشاكل البرلمانيين يتعاركون بيناتهم ولا على مود طيب ولا على مود شيء والله يحفظ ابو هارون وابو الشاهد ومع السلامه. مع السلامه. شكرا شكرا لك ابو علي. ابو زهراء من بغداد حياك الله يا ابو زهراء. الله محييك يا اخو محيي اصلك. تحيا والدوم تفضل اخويا. أنا رجل كبير بالسن طولة العمر يا رب وتعرضت إلى حادث سرقة وفطم مسلح وما خلي الطريق ما مشيت فيه أخيرا دلوني على برنامج اللطيف يا أستاذ عمر الورد تفضل أخوي. أي أنا عندي حادث سرقة وفطم مسلح زين وأنا رجل كبير زين والناس أعرفهم وعندي كاميرات بالبيت وصورت صورت الحادثة يعني هم دخلوا لك للبيت مالتك نعم. أنا ما أقدر أقول لمن ينتسبون لأن تعرف إحنا على الهواء يعني مرات واحد يحترم ذاته يعني فما خلي الطريق مركز شرطة بعد المكافحة بعدين لحقتني سيارة ورموا علي يعني طلقات ما خلي الطريق ما سلكته أخيرا ودوني على برنامجك المحترم إن شاء الله زين من أنت عندك كاميرات وعندك دليل أنهم طبوا للبيت وصار سطو مسلح وسرق بيتك من رحت للشرطة أو للمكافحة شنو كان جوابهم؟ كله يطلع عليهم استخدام لان هم يهددون القاضي او عندهم تواطؤ ويا القاضي حتى عندي دعوه على القاضي بمحكمه الاشراف القضائي. نعم. وما دا اطلع بنتيجه بصراحه. نعم. واذا تحب يعني اعرض لك في وقت مثلا يعني يسعدني اتعرف على حضرتك اجيب لك الصور اجيب لك الادله. أجيب لك الكتاب مال مركز شرطة السيدية والبياء أو حي العامل. شوف أبو زهراء حتى أفيدك أكثر. أكو دا تشوف الشريط الأبيض دا يفتر جوا بالشاشة. بلي بلي بلي. بآخرة أكو رقم تليفون راح تلقاه نافذة أنت ترى سجل الرقم ودز اللي تريده على هذا الرقم يكون أفضل. أشكرك جدا. لا العفو إن شاء الله إن شاء الله أشكرك. كل اللي تريده أنه نقدر نساعدك به أو اللي نقدر عليه نساعدك به. ما تقصر بس أنا أستغرب على القضاء يعني مبلغ 240 مليون يسوى عليهم كفالة بثلاث ملايين ما معقولة يعني. نعم. أنا تعب أمري أنا تاجر ويعني معروف ببراد يعني بشكل عام وأبويا من المعروفين بالسوق التجارية يعني. نعم على هذا الرقم أخابرك اللي نهايته 59 ولا نهايته 27 لا مو هذا الرقم جوا أكو شريط أبيض بأخبار دا تمشي دا شوفه تمام راح يطلع في نهايته رقم نافذة أنت ترى دز علي الفيديوهات اللي تريد الدزة أشكرك جدا العفو. يا عزيز العفو الله شكرا لك أبو زهراء طبعا الفيديو اللي شفتوه الى المواطن اللي تعذب وخسر ايده اللي هو حسن محمد اسود طبعا هو من اهالي الحي الصناعي بمدينه كركوك يشتغل حارس ليلي وتهدد بالقتل والتعرض لذويه والحبس والتعذيب اذا نشر اي شيء يتعلق بما تعرض له اثناء توقيفه لدى استخبارات شرطه كركوك لكن انا اريد ارجع شويه لي ورا معتقل بابل اللي سموه معتقل بابل اللي تهموه قتل زوجته وزوجته طلعت عايشة وزوجته تقول رجلي اعتقل وما كنت أعرف ليش معتقلي وفجأة طلع بالتلفزيون بالاعترافات اللي سويها وزارة الداخلية على القنوات التابعة إلى الحكومة العراقية
طلع بالتلفزيون وقال أنا قاتل زوجتي وهي عايشة. راحت اشتكت وقالت يا باني عايشة ما قاتلني، انت شلون معتقلي هو على اساس قاتلني؟ طلع معترف تحت التعذيب على اساس مصطفى الكاظمي سوى لجان وقال ممنوع استخدام هاي الوسائل ولازم تذبون اي واحد يستخدم التعذيب بالحبس ولازم اكو ضبط وذولا ناس وما اعرف شنو. اريد مصطفى الكاظمي يجاوب على هالسؤال زين، واللي خسر ايدي شلون؟ وذولا اثنين واكو غيرهم هواية. زين يا مصطفى الكاظمي انت حليت شيء بالعراق بما يخص التعذيب في مراكز الاعتقال او بالسجون العراقية؟ سويت شيء على ارض الواقع؟ حبست احد او عاقبت احد يعذب انسان داخل المعتقلات العراقية؟ رحت شفت بعينك شنو اللي دا يصير بالمعتقلات او مراكز الاعتقال او مراكز التحقيق بحيث انه لما تطلع للناس تقولهم يابا انا شفت وسويت، بس مو تطلع وتقول انا شكلت لجنة. وما شاء الله بالعراق من 2003 لليوم عندنا الاف اللجان اللي كل شيء ما حصلنا من عندها. عطوان من بغداد حياك الله. استاذ شلونك؟ وجهك منور الله يحفظك ويسلمك. قلبي الله يحفظ الله في دين واهلها ان شاء الله. يسلمك يا الله. انا بالرعايه الاجتماعيه استاذ. نعم اعرفك. والله انا بالضيم يتنشد علي يا استاذ الله يخليك. رحت للوزير وقع لي اياها، كتب عليه عاجل عاجل جدا، قال ترسل للتخطيط. رحت للتخطيط وما جايه، اروح لهم شلعوا قلبه والله وروحه وجاي، وانا عندي عمليه وقاعد بالايجار عمري 60 سنه. احنا يوميا ناشدكم الله يخليك استاذ، بلكت صوتي للسيد الوزير سعى بيها، هو خطير الرجال السيد الوزير بالرعايه الاجتماعيه بارك الله فيه. بس الجماعه ما يخلوني يعني ماكو، سدوها بوجهي يعني يقولوا لي موازنه ماكو. قلت له يابا عاجل جدا كتب عليها الوزير وترسل للتخطيط. رحت للتخطيط الطابق السابع قالوا لي ما توصل هناك منطقه الخضراء. رحت وصلت لهم قال يابا احنا نفس اليوم ندزها، صار شهرين توقيع الوزير الله يخليك. بل كنت ناشدنا الوزير رعايه وانا عمري 60 سنه وعندي ايجار والله كل شيء ما املك بالعراق، وعندي وخمس بنات عندي واحنا ثمان نفرات الله شاهد والمشتكى لله. بلكت من يمك سيد الوزير الله يحفظه ويحفظكم ان شاء الله. اي والله انا بوجدكم استاذي يرحم. لا 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 حقك. بلكت اذاعتكم والله يعني هاي الشريفه اذاعتكم بدون تملق، يعني اذاعتكم يعني قول وفعل والله الله يخليك. انا عطوان حسن حسان من بغداد حقك، وانا شغلت يم الوزير الله يخليك، تناشد لنا الوزير على هذا صوتك الحلو الله يخليك. بلكت السمعه وانتم يوميا برنامج مالكم الصبح، بلكت هذا بالدوام الوزير ويسمع صوتي هنا بالتلفزيون مالكم، يطلعوا من السبعه لثمانيه الصبح بلكت رايحين للدوام وجايين للدوام يسمعوا هاي الاذاعه الحلوه والله. نعم والعالم كلها تباوعها والله العظيم. استاذ ترى انا مليت والله، انا عندي عمليه ببطني ورجال كبير 60 سنه شملك بالبلد والله العظيم طابوقه ما عندي الله شاهد، يعني شلون ننتحر ما اعرف والله العظيم. انا جايب دم هسه انا زين الله يخليك استاذي والله. انا اشكرك واشكر الاذاعه مالتكم ورحم الله امك وابوك وادعي لكم بالخير ان شاء الله. اي والله شكرا شكرا لك اخ عطوان. المشكله اليوم بالمسؤولين العراقيين انه مدى ينظرون الى المواطن العراقي والى حاجات المواطن العراقي. صارت الانتخابات يطلعون البرلمانيين كانما هو موظف بالبلديه، واحد يبلط واحد يرصف واحد يصبغ واحد يشجر واحد يجيب مولده يحطها بمكان معين، وللعلم كلها ماخوذه من امانه العاصمه وغيرها وغيرها، يعني ماخوذه فلوسها من الدوله، هو مدى يصرف شيء من جيبه. لكن ماذا يسوون شيء لأبناء الشعب العراقي؟ يعني الأخ عطوان وغيره عندهم هواية مطالب. أهل الرعاية الاجتماعية مو بس عطوان، أكو أكثر من شخص اتصل ببرنامج صوتكم عنده مصيبة أو عنده مطلب من قضية الرعاية الاجتماعية. التقاعد مثلا، المعتقلين، رواتب، تعيينات، هواية أمور اليوم بالعراق واقفة واقفة لأنه عندنا سياسيين ما شاء الله عليهم يطلع فترة الانتخابات هو ماكو أنشط من عنده، مثل خلية النحل يشتغلون كلهم ويوعدون كلهم ولسانه ما يوقف بالوعود، بس انتخبوا الناس وصعد آي إذا انتخبوا، لأنه أكو ناس ما تريد توصل للانتخابات أصلا، خصوصا بالانتخابات الجاية دا تشوفون الشباب العراقي والعراقيين شون عندهم رفض إلى هاي الانتخابات.
بس يوصل للبرلمان او يوصل للمنصب مالته بعد ما حد يشوفه وما حد يسمع عنه شيء، لكن يطلعوا لنا بالتلفزيون هذا سوى وهذا باق وهذا نهب، واحنا لازم نرفع عليه قضيه بالنزاهه. ام سيف من الموصل، حياك الله يا ام سيف. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. انا ام سيف من الموصل. حياك الله اختي. وزوجي اعتقلوه 2017. نعم. ومن ذاك الوقت لحد الان انا ما اعرف عنه كل شيء. نعم. واحب اوصل صوتي. نعم. عن المعتقلين والمغيبين، يعني اطلب من قنواتكم انه يعني انه تلاقي لي حل. انا عندي اطفال ثلاثه. نعم. ما انتخابات احنا ما ننتخب. نعم. ايوه شكرا، انا بس اريد اوصل عن زوجي. نعم وصل ان شاء الله صوتك، واتمنى السياسيين انه يجيبوك، واتمنى يا ربي لما تروحين تسالين على ابو سيف يقدرون يطوش مكانه، لانه قضيه المغيبين والمخفيين قسرا اليوم بالعراق هي جزء من مشاكل العراق ما بعد عام 2003، جزء من مشاكل الديمقراطيه الحديثه اللي موجوده بالعراق، جزء من نظام المحاصصه الطائفي اللي موجود بالعراق، جزء من كل شيء سيء بالعراق هو قضيه المخفيين قسرا. ابو اسراء من بغداد، حياك الله. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك عين؟ نحمد الله على كل شيء. نحمد الله على كل. الله يسلمك. والله عندي تقاعد ابو. نعم تقاعد. تقاعد ما جاء والله، وطبيب ومريض واللي قاعد لا شغل لا عمل، يعني ما عندي معين، ما عندي والله، وما جاي. نعم. وجوزتي عيونها وسكر وضغط، ما يكفيني التقاعدات والله 500. نعم. يا بحث. أريد كلمة وياك. أنت على الهواء تفضل أخويا. أريد بس مغرب. نعم. أذان المغرب ما دخل المغرب، ليش؟ إحنا ما دنبث أذان المغرب؟ أي بس يفتحون حكم وقت الأذان وهكذا أذان المغرب. لا أخوي، لا أخوي أبو إسراء غلطان، يجوز ما تلحق على القناة. والله شوف أنا متابعها أبو. والله يا أخوي العزيز، خمس صلوات خمس مرات أذان يبث على شاشة الرافدين، وأنا متأكد من عدها. أي والله أنا متأكد. اليوم المقرب ما أذنها والله. يعني شلون؟ يعني هي القناة قناتنا، قناتي وقناتك، بس أنا أشتغل بها وأنا متأكد أنه مبث. أنت تجي تقول لي مبث، أنت ما لحقت. على كل حال، على كل حال تدلل ونتأكد من عدها ونشوف. السالم والله اليوم ماكو، الله شاهد ما طلع زين. لكن دي جاوبوني هسه، دي جاوبوني هسه اخوي العزيز، انه ايه؟ اليوم اذان المغرب الوقت ماكو، نشره كانت موجوده لكن كان اكو تنويه جوا يشير الى انه حاليا اذان المغرب يبث في بغداد، بس كان اكو شيء يبث على التلفزيون فما بث. شكرا للمتابعه مالتك ابو اسراء، يشرفنا ويفرحنا انه قناتنا اكو متابعين مثلك، ونتمنى انه نكون عند حسن ظنكم، ونتمنى ما نخيب امالكم. شكرا لك ابو اسراء. حميد من ابو غريب، حياك الله يا حميد. استاذ عندي شغله، هاي مال الوقف السني. يا هي هاي مال عندي محل و شوروه واخذوه، هاي صار لي يمكن بال 15 سنه اركض وفايده ماكو. نعم. يعني شنو قضيتها هاي؟ وين شو سووا وياهم؟ من المفترض انه شغلتك يم القضاء. القضاء مو هم مزورين ورقه على اساس شو اسمه، انا مسوي تعهد على نفسي ما ادري شنو هالمحل هذا ما لي شغله به. وما أخذي ومطير غير شخص.
يعني اخويا حميد، يعني هي اكو اشياء، اكو اصول قانونيه واكو محامين واكو قضاء. من المفترض والله 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 حتى رحت محكمه الفلوجه ما شكون فيها، وهي شغله اساسا مسويها قانونيه هاي وقف السن. نعم، يعني راح اجاوبك نفس الجواب اخويا العزيز. هي من المفترض التزوير اكو جهه هي اللي تبت في اصول التزوير. لما حضرتك تقول انه رحت للوزاره ما شكوا، رحت للهيئه ما شكوا. نعم يقولوا لي هاي انت مسوي شو اسمه، قلت لهم عمي هو اصلا هو مال محل ورثه، قال ورثه ما ورثه مسويه باسم واحد. نعم الورثه غير تتنازل الشخص. نعم هم منطي بس الشخص واحد. نعم نعم اللي وصلت. هم يريدوه وصلت. نعم هاي القضية هاي يعني شو سوي، شو لا قضاء يحكم بيها لا حاد يعني ما قاعد نستهمها شني هاي الشغلة. نعم أخ حميد، شكرا لانضمامك لنا برنامج صوتكم. أخويا حميد، المشكلة اليوم بالقضاء العراقي أنه الكل يعترف أن القضاء العراقي مسيس. يعني لما القضاء يحكم على اعتراف أخذ بالتعذيب شخص، يعني اليوم لما يطلعوا لك وزارة الداخلية بالتلفزيون ويقول لك هذا متهم وهذا اعترف على نفسه وأنه هو قاتل زوجته وزوجته عايشة، لما القضاء حكم عليه في 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 تهمة تعذيب، اكو اشخاص اتصلوا ببرنامج صوتكم قالوا احنا القضاء اخذ بالاعتراف اللي توقع تحت التعذيب وما اخذ بالادله والبراهين اللي تثبت هي براءة ابننا. فالقضاء اللي وصل الى هذه الصوره، فهل تتوقع انه القضاء راح ينصفك انت يا اخ حميد؟ نتمنى انه القضاء العراقي ينصلح، او القضاء العراقي اليوم يعود الى صوابه لحتى يعيد الحقوق الى كل الناس مو بس إلك أخويا. علي من بغداد حياك الله. السلام عليكم أستاذ عزيز. عليكم السلام والرحمة. والله يا أستاذ أنا سجنوني 14 سنة طبعا. نعم. وأشكال التعذيب والإهانة شفنا، وأنا بريء طبعا من هاي الدعاوى كلها. 14 سنة من يا سنة ليا سنة أخويا. 2007 طلعت 2021. جديد طالع. طبعا نعم. وأنا ما طلع أنا ما طلعت إلا خليت أربع محامين وصرفت فلوس على طلعوني فراج، يعني مو هم طلعوني. نعم. فهمني شنو أستاذ؟ فأشكال التعذيب شفنا، 7 سنين أنا سجن الناصرية سجن الحوت، أشكال التعذيب بي، الأكل كله تعبان، المعاملة تعبانة. فأشكال التعذيب شفنا بداخل السجون. أخ علي، يعني ما أريد أفتح عليك جروح، بس يعني اسمح لي حتى المواطن والشعب يفهم ويعي أو يستمع إليك حتى يعرف اللي دا يصير داخل السجون. تقدر تشرح لنا جزء اللي تقدر عليه مثلا من أنواع التعذيب اللي كانت تمارس عليك ومع المواطنين العراقيين داخل السجون؟ وإذا ما تقدر أنت حر. والله أنا حتى عندي لجنة طبية مال التعذيب موجودة، كتب رسمية وقضاة عندي، كل كتب رسمية عندي. نعم. يعني أشكال التعذيب شفنا بالشعب الخامسة، مسؤول الشرطة الاتحادية أبو تراب هو القائد كان عليها، هو بيده يعذبنا. شنو الطرق اللي كانوا يمارسوها؟ يعني شلون كانوا يعذبون؟ هذا اللي يريد الناس تسمعه حتى يعرفون. نعم اكو كلبشات يسموها عقرب وتواتي عندهم، بواري وكهرباء، حتى اغتصاب عندهم للشباب. طبعا تعرضنا لاكثر من حاله، احنا كنا شباب صغار طبعا، حتى تعرضنا لحالات اغتصاب من قبل المحققين. تعامل طائفي تعامل ويانا داخل السجون. نعم. يعني اشكال التعذيب شفنا ما ينوصف. انا حتى اللجان الطبيه عندي اوراق رسميه طبعا للدكاتره. والله انا اخذوني يعني من الشارع شاب صغير طلعت عمري 35 سنه. نعم، يعني انت تحكي على 14 سنه، يعني تقريبا نص عمرك انت قضيته داخل السجون. لكن السؤال اللي هم فوقها يعني فوقها فلوس اخذوا من عندنا، يعني مو شلون الضباط الدعاوي طبعا اللي طلعونا. نعم، الإضافة إلى الابتزاز والفلوس، أنا أهم سؤال أريد أوجهه هسه، اللي كانوا يعذبون نعم. داخل السجون عراقيين لو من وين؟ نعم عراقيين. نعم زين. عراقيين وعرفهم بالأسامي، يعني حتى الأسامي حافظها يعني ما انساهم. نعم زين، يعني تابعين نعم. إلى جهة معينة ما تابعين إلى نعم جهة. نعم تابعين تابعين للأحزاب. نعم تابعين للأحزاب. زين، يعني نعم بنظرتك، يعني عذراً، يعني شنو كانت رأيهم من يعذبون الشباب العراقي؟ يعني يفرح متونس؟ والله تعامل طائفي لا أكثر ولا أقل. السبب شنو؟
تعامل طائفي، كوننا احنا من ابناء السنه صار هاي المشكله. هاي المشكله الوحيده كانت تواجهكم داخل السجون؟ اي نعم نعم، يعني احنا ما مسوين اي شيء، ياخذونا من الشارع جهال من العقابه بالشارع يلمونا. كيف منطقه سنيه ياخذونا زين، شنو تهمك اخويا علي؟ والله حطوا لنا دعاوي مال قتل ارهاب. قتل وارهاب، ويا انا اللي اعرفه نعم. الارهاب هي وحد عن القتل، فتعطوك تهمتين يعني؟ هي كلها قتل، هو قتل ارهاب يعني دعاوي، يعني حطوا لي 11 دعوه طلعت كلها من افراج. 11 دعوه؟ نعم نعم تمام، بصموني عليهم، طلعت افراج معدن كلهم، الكتب الرسميه موجوده عندي الضامن يمي يعني. اقدر اطلب منك طلب اخ علي؟ نعم. تقبل أنه تبعث لنا الصور الكتب الرسمية على نافذة أنت ترى حتى نقدر ننشرها للعالم ويشوفون شنو اللي دا يصير؟ مال الإفراجات يعني؟ أي مو هاي اسمي بيها، لازم اسمي ما يطلع. تأمر أمر، اكتب لنا أنه هاي الكتب، بس أتمنى الاسم ما يطلع، وإن شاء الله يعني بس إحنا يعني نريد العالم يعرفون انه شنو الدعاوي اللي ده تصير على الشباب العراقي. انا مستعد حتى التقي بالقناه يعني، ماني ما اخاف والله، لان عمري ضاع وانتهى، لا شغل ولا عمل، وشبابي كله ضاع، وكل ما املكه حتى جيت بعثه، فانا مستعد حتى التقي باي قناه احكي اللي شفناه من الظلم داخل السجون. انا 7 سنين سجن الناصريه، سجن الحوت، اشكال التعذيب. والسبع سنين الثانيه وين؟ داخل بغداد، اشتريت سجون بغداد كلها. افتريت سجون بغداد كلها. زين، هل 14 سنة أنت محكوم لو كانوا ينتظرون؟ أنا نعم، بس بعد أنا 7 سنين موقوف. أي 2014 صعدت الدعوة. أي اتحاكيت ويا القاضي، طبعا أنا القديم بالسجن، قمت أصيع عليه بليغ حمدي القاضي، محكمة الساعة. نعم. حكم من 20 سنة. نعم. 2021 تفلش الحكم. ايه لان دعوه ما بها اثبات، طلعت افراج. هاي ورا ال20 سنه اللي حكمتها؟ لا هي شنو، هي حكمت 20 سنه ب 2014، 7 سنين صارت ب 2021 تبلش الحكم، طلعت افراج. نعم. اي هاي كل ما في الامر. اخ علي اذا امكن يعني، انا اعتذر منك بس اكو متصلين دي يتصلون بالبرنامج. نعم انا اشكرك. نعم. اشكرك لاتصالك بينا واللي وضحت للناس اللي دا يصير. قبل ما تغلق التليفون لانك حضرتك وضحت انه عندك استعداد للاتصال مع البرنامج او انه تكون معنا في برامج اخرى حتى ناخذ من عندك اللي كان يصير داخل السجون، فاتمنى تظل على الخط، الكنترول راح يحكون وياك، اتمنى تعطيهم رقم تليفونك وشون نقدر نتواصل وياك. شكرا شكرا لك اخ علي. ابو عمر من الموصل كان المفروض يدخل ويانا لكن قطع الاتصال، اتمنى يا ابو عمر ترجع لنا حتى نسمع رايك. رياض من بغداد، حياك الله يا رياض. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخوي الله يسر عليك، رحمه لوالديك. انا منتسب. نعم. انا منتسب بالاتحاديه. نعم. وعندي عندي عندي شهداء 2، ابويا واخويا. ابوك ومنو؟ اخويا وابويا 2. نعم، اب واخ. نعم الله يرحمه. أبو أخ وزائد ابني مفقود بالمظاهرات، صار له 2 سنين ما حد يعطيني نشدة عليه. نعم. ما خليت، ماكو دقيت اسمع حاسبة، ماكو. أنا شريد، أنا المعين العائلتي أريد أن أنقل الاتحادية على المحلية على النجدة على المرور، وين ما كان أريد أطلع عبث بي. نعم. ايوه عندي بس عندي بنات، 6 بنات والله المستحيل، الله المعيد. اريد بس انقل من الاتحاديه، اطلع خارجها، ارجع انقل اي وزاره. شويه تعبت انا وعمري 45 سنه فيها، صار لي 15 سنه بالخدمه. قدمت اروح ما ادري شنو، ناس تزدنا على ناس يعني، واني تعرف شهداء 2 وابني دخلتين مفقود هم ماكو اضافتين، هاي 3. مصروف صوتي اريد رقابي، اريد يعني ببركة الله، الله وانتم الله يسر عليكم ان شاء الله. يعني بس اخ رياض يعني ما اعرف انه شلون نقدر نخدمك احنا. لا خادم ربك رحم الله فيك، يعني اريد صوتي يوصل مثلا يشوفه الوزير، يشوفه قائد اريد ما والله 2 مفقوده ادور عليهم، حد يعطيني نجده، وين ما اروح واحد يذبني على الثاني. الدعوه مالتي مركز معظم. نعم.
اروح الباب مركز باب المعظم يذبنا على المحل كيف ترجعني المركز ودخلت يعني دوخوني والله يعني ما اعرف شو اسوي. نعم. وضافة ابويا واخويا اثنينهم شهداء وعندي كتاب مؤسسة الشهداء وعندي هوية مؤسسة الشهداء شغلة اصولية. نعم. وصل وصل وسمعوا كل الناس تاني. وصل وسمعوا كل الناس إن شاء الله أخويا رياض وإن شاء الله سمعوا كل المسؤولين يقدرون الله يسلمك ويجيبوك إن شاء الله على مطلبك يا رب. شكرا شكرا جزيلا لك أخ رياض. المشكلة اليوم يعني اللي تكلم لنا عليه الأخ علي مثلا. أخ علي معتقل وهذا مو أول معتقل يتصل ببرنامج صوتكم. 14 سنة بالاعتقال. بس إذا افتهمتوا اللي قاله زين 7 سنوات يلا نحكم. يعني 7 سنوات هو معتقل هو في تحقيق ما أعرف القانون العراقي يسمح بهذا الشيء لو لا. لكن المشكلة إذا نقرأ القانون العراقي اليوم قانون الجرائم العراقي اليوم ومدة التحقيق ومدة الاعتقال على ذمة التحقيق راح تلقوها أقل من هذا الرقم بهواية. بس عندنا هواية معتقلين اليوم موجودين داخل السجون العراقية أبرياء وهواية أمهات اليوم يتصلن بالبرنامج يقولون ما نعرف ابننا وين وعلى شنو الحكم أو محكوم لو لا أو عايش لو ميت. أم حاتم من المدائن حياك الله. السلام عليكم يوم. عليكم السلام والرحمة يما. أستاذ هذا هسه الولد كان يتكلم قال أنا انحكمت 15 سنة وقضيت وطلعت. لا يما هو قعد بالمعتقل من 2000 قعد 14 سنة ورا 7 سنوات حكم 20 سنة من ضمن 7 سنوات يعني وراها يلا طلع براءة. يعني هو راح يديكم رقم الهاتف مالته. والله يما ان شاء الله زودنا برقم هاتفه بس ما اعرف يعني انا طلبت من الرجال انه يزود رقم هاتفه للكنترول بس نطاهم اياه ما نطاهم اياه الله اعلم. بلا زحمه عليه اقوم اريد تعالها تليفون عم الباب. بس ما افتهمت سؤالك يما. يعني لا تذكركم الرقم مال تليفونه انا اريد خابره. زين. اي انا عندي ولد مفقودين صار 8 سنين. نعم. وصل اتاكد لك من المعلومه وان شاء الله نقدر نجاوبك. اي عفوا اديتوا لي رقم على هذا التليفون. ان شاء الله يما. اشكرك استاذ عشان اسمعت فيني ادور على ولدي ما ادري بيهم. ربي يطمن قلبك عليهم ان شاء الله. يحفظكم يا يما. يسلمك ربي يسلمك. شكرا اشكرك استاذ يعني شكرا لك ام حاتم وربي يطمن قلبك وقلب كل ام فاقده ابن او فاقده زوج او اب بالعراق. ابو عمر من الموصل رجع لنا حياك الله يا ابو عمر. السلام عليكم ساري. عليكم السلام والرحمه اخويا. يرحم والديك ساري يرحم امك وابوك. عندي اخويا في 2004. نعم تفضل اخويا. نعم استشهد في 2004 مشينا بالمعامله مالته وحولنا اخر شيء طلع لنا هاي لازم نروح مع المساله والعدالة مع المساله والعداله ما خلينا دارس التعويضات ما خلينا يعني ابو عمر انا اعتذر منك بس الصوت مو واضح عندي واعتذر منك اذا قطعت الاتصال لان صدقا ما دا افتهم شيء. شكرا جزيلا لك. المشكله مو يمك المشكله بالاتصالات العراقيه اللي يعانون من عندها العراقيين هاي جزء من الفساد العراقي الكبير اللي يعيشوه العراقيين. رسائل الواتساب اول رساله وصلت البرنامج شنو اخبار العفو العام لحد الان كل شيء ماكو. السلام عليكم اخي العزيز. بالمناسبه الامم المتحده على ضوء المعلومات الموجوده لدي من احد الاصدقاء العاملين بالعراق معهم هي مشتركه في قتل المئات من العراقيين والتعديل على يد الميليشيات الايرانيه في العراق وفي السجون وهي تستلم مبالغ كبيره على عيون هذا الموضوع لسد عيون هذا الموضوع. هذه هي الحقيقه. ارجو منكم قراءه هذه الرساله على قناتكم الشريفة. إذا عندك دليل على هذا الكلام أخوي العزيز أتمنى ترسله للقناة حتى نقدر نتأكد من عنده. أريد أقول للأخ اللي نشر صور التعذيب دعواتنا إليك بالشفاء والعافية. جزاك الله ألف خير لأنك تفضح الجبناء اللي عذبوك. ولو كل عراقي يسوي نفس الشيء راح نوقف كل محرم عند حده.
حسام أخوك حسام، شكرا جزيلا لك. السلام عليكم أخي، عندما يقول المظلوم حسبي الله ونعم الوكيل فهذا يعني أنه نقل ملف القضية من الأرض إلى قاضي السماء. تحياتي إلى قناة الرافدين. مشاهدينا الكرام، المشكلة أنه قضية التعذيب بالذات بالعراق اليوم المجتمع الدولي كله دا يسعى حتى يجد إلها قانون للحد من هذا الشيء، ونجدوا قانون هو اتفاقيات ومعاهدات دولية للحد من التعذيب وحماية حقوق الإنسان. إلا في العراق عند لجان حقوق إنسان، عند وزارات، عند برلمانيين، عند ناس المفروض تحمي هذا الشيء، لكن حقوق الإنسان اليوم بالعراق داخل المعتقلات وداخل مراكز الاعتقال جوا الرجلين. والسبب الجواب يمكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. في أمان الله.